كنشكروا شوف تي في على هاد المبادره الزينه اللي دارتها معنا. وكما كتشوفوا اليوم حنا رحنا واقفين ودايرين اضراب مفتوح لعده اسباب. السبب الاول هو ادماج معد العمال اللي ما عرفناش الوجهه نتاعهم وما عرفناش الناس اللي مسفططهم، مع ان عندنا اولويه لولاد العمال نتاعنا، وعندنا عمال هنا اللي ضربت سنين في تماره وعندها البيرمي نتاعها وباغيه حتى هي تطلع تسوق وباغيه، واذا بين نتفاجئوا بشوافريه جداد يطلعوا ما عرفناهمش مين جايين. زياده على الملابس نتاعنا، الملابس اللي جابوهم لنا ما فيهاش كاع لي ميزير سيكيريتي، السيد ما كيبانش في الظلمه، كدير الجربه والحكه العديد من العمال هنايا، وهاد الناس هادو ما بغاوش يتفاهموا معنا وما بغاوش يوضعوا حد لهاد المشكله هادو. السيد الناس اللي كنهضروا معاهم كيقول لك حنا خاطينا، بغينا محاور، بغينا نعرفوا راسنا فين راحنا، بغينا هاد الناس نعرفوا هاد الناس هادو واش راهم باغيين بينا واش راحنا حنا هنايا باش نقيوا المدينه نتاعنا، لان حنا ولاد المدينه وعندنا الاولويه نتاعنا وهي المدينه نتاعنا. ما بغيناش كما نقولوا نخليوا المدينه تخنس، ولكن هاد الناس هادو كيدفعونا نقوموا بشي امور اللي هي فوق من الطاقه نتاعنا، ولا اله الا الله. هاد الناس هادو راهم ظالميننا بزاف، عندنا مشاكل تاع ليكسيفيا، الكاميون فين ما مشات كتسيل بليكسيفيا، العامل كيتعرض للاهانه من عند المواطن، الاسطول اللي جابوه اسطول اللي هو طايح بزاف، الاغلبيه نتاعو شي 90% من الشركه القديمه، هاد الناس ما عرفناهمش باش باغيين يخدموا، باغيين يخدموا غير بالفاتحه، لا اله الا الله. المهم اللي خص يوصل للمواطن الوجدي نتاعنا وهو حنا ما غاديش نتحركوا منه حتى نديو الحقوق ديالنا، لان حقنا ما غاديش نتنازلوا عليه وما غاديش نكونوا حنايا طريق باش يدخل واحد ولا اي وحده من شي جهه اخرى، لان الاولويه راه خصها تكون لولد العامل، وهما اللي ضحاوا في هذه الشركه وهما اللي خسروا صحتهم وهما اللي خصهم يكونوا عندهم العون نتاعهم والسند نتاعهم منايا، باش تجيب لنا نتايا واحد السيد من جهه اخرى ما عرفناش كاع مين جاي. حنا ماشي ضد، حنا ما كنقطعوش الارزاق تاع عباد الله، فهمت؟ ولكن حنايا بغينا الاولويه تكون لولاد العمال ديالنا. والسلام عليكم وشكرا. اللي بغيت نقول ان هاد الشركه اللي دخلت بواحد الطريقه لا ما كتليقش بالعمال ولا بالعامل اللي فنى حياته، فنى حياته في هاد المدينه هادي، واللي عطى لهاد المدينه بزاف 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 بزاف، وكنشهد على ذلك على من جهه التاريخ اللي عشناه مع هاد العمال هادو. وكنقول ان هاد اللوبي انه جاي يحقرنا بصالح العباره، وحتى واحد ما يتزايد علينا، الا راك جاي تحقرنا راه بزاف عليك. الحمد لله حنا متشبتين في الاراء ديالنا وما غادي يهمنا حتى شي واحد، حيت علاش؟ الا جيت معنا في لي نورم راه حنا معاك في لي نورم، الا باغي تخدم معنا السياسه او اللوبيات ديالك راك غلط. والسلام عليكم ورحمه الله.